السيدة السادة، تمام السابعة من مدينة أم جرس حضرة إقليم نيدي شرق، تمام السابعة هنا في العاصمة نجمينة. إليكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، عقد صباح اليوم رئيس الحكومة بايمي باتاكا البير اجتماعا موسعا ضم شركاء العملية التعليمية وأعضاء اللجنة الثلاثية للحوار وممثلي المعلمين والطلاب. الاجتماع يهدف إلى التنسيق من أجل بداية عام دراسي هادئ. تقرير خالد مسرحاش. ما الذي يجب القيام به كشركاء في العملية التعليمية من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد 2017-2018؟ هذا السؤال كان هو محور الاجتماع الموسع الذي عقد تحت إشراف رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير وبمشاركة شركاء العملية التعليمية والفاعلين في هذا القطاع من ممثلي نقابة المعلمين واتحاد الطلبة، وذلك في خطوة تؤكد أن التعليم شأن الجميع وأن إنجاح العام الدراسي الجديد كذلك مسؤولية الجميع. ويأتي الاجتماع في سياق التحضير للدخول الجامعي الجديد 2017-2018 والمقرر في 16 أكتوبر الجاري، وضرورة العمل الجاد من قبل كافة الأطراف المعنية بالتعليم للتغلب على التحديات وتسوية المشاكل التي تقف عائقا أمام انطلاق عام دراسي هادئ. رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير شكر في بداية حديثه جميع الفاعلين في القطاع التعليمي على الإدارة الناجحة للعام الدراسي الماضي، ودعاهم إلى المواصلة بنفس الرغبة والعزيمة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2017-2018، مشيرا إلى أن الاجتماع يرمي لاستعراض قضايا التعليم التي تشكل تحديا يتطلب من الجميع تنسيق الجهود والعمل معا لرسم ملامح العام الدراسي الجديد. هذا وقد اتفق كل الأطراف المشاركة في الاجتماع بعد مناقشات ومباحثات ترمي في مجملها إلى النهوض بواقع التعليم، اتفقوا على أهمية أن يسود العام الدراسي الجديد الهدوء. هذا ما أكده رئيس نقابة معلمي التعليم العالي جيرايو جيريمي، الذي استفرض متمنيا أن يكون حل مشاكل التعليم العالي المالية بالذات واقعا وليس مجرد كلام. أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين قال إن الاجتماع ناقش التحديات المتعلقة برواتب وحوافز المعلمين ومنح الطلاب. الحمد لله، يعني كانت فرصة جيدة لنا في وزارة التعليم العالي أن نطرح جميع القضايا، خصوصا متأخرات الطلاب وكذلك موضوع المعلمين، موضوع كيفية يعني معالجة المتأخرات للمعلمين. ونحن كوزارة التعليم العالي وضعنا سياسة موحدة لإدارة القطاع الطلابي بحيث أن يكون هناك عاما هادئ نستطيع أن ندير العملية التعليمية بطريقة هادئة. هذا وقد شهد الاجتماع توافق جميع الشركاء حول ضرورة أن يبذل جميع الأطراف جهودهم من أجل عام دراسي جديد ناجح، خصوصا وأن الحكومة قد وعدت بالتسوير التدريجي لمستحقات المعلمين والطلاب من المتأخرات.